الاقتباس الذي اتخذته ملاذا لي هو من كتاب صاحب الظل الطويل لجين ويبستر. بدأت أشعر أن العالم هو بيتي ولست أزحف على سطحه فقط. أنا شعرت بذلك كثيرا عندما كنت أقرأ، فأنا عندما أقرأ أغوص في عقول عباقرة العالم عقلا تلو الآخر، أطلع على مشاكلهم وأستفيد من أخطائهم، ثم أعود إلى عالمي عاقدة عزمي ورابطة جأشي. هديل. نعم. أعيد الاقتباس. بدأت أشعر أن العالم هو بيتي ولست أزحف على سطحه فقط. هذا فقط الاقتباس؟ نعم. أنا ظننت أنه فقرة كاملة الاقتباس، لأنك لم تفصلي بين الاقتباس وتفسير يعني الاقتباس. حضرتك. شكرا لك يا هديل. محمد عبد الرحمن، الميدالية الفضية والمرتبة الثانية لمهر الرحمن من تونس. شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى. شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى. النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر. ما قلت للنجم المعلق دلني، ما نمت كي أصطاد رؤيا في الكرى. شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر. لا سر، فانوس النبوءة قال لي ماذا سيجري حين طالع ما جرى. في الموسم الآتي سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر. الله. الأرض سوف تشيخ قبل أوانها، الموت سوف يكون فينا أنهرا، وسيعبر الطوفان من أوطاننا. من يقنع الطوفان أن لا يعبر؟ ستقول ألسنة الذباب قصيدة، وسيرتقي ذئب الجبال المنبرا. فوضى وتنبئ كل من مرت بهم، سيعود سيف القرمطي ليثأر، وسيسقط المعنى على أنقاضنا، حتى الأمام سيستدير إلى الوراء. في الموسم الآتي ستشتبك الرؤى، ستزيد أشجار الضباب تجذرا، وسينكر الأعمى عصاه ويرتدي نظارتين من السراب ليبصر. سيرى القبيلة وهي تصلب عبدها، فالأزد لا زالت تخاف الشنفرة. سيرى المؤذن والإمام، كلاهما سيقول إنا لاحقان بقيصر. في الموسم الآتي مزاد معلن، حتى دم الموتى يباع ويشترى. ناديت يا يعقوب تلك نبوءتي، الغيمة الحبلى هنا لن تمطر. قال اتخذ هذا الظلام خريطة، عند الصباح
سيحمد القوم السرى. قم صلي لا تبتئس، فالبئر يوم واحد وغدا تؤمرك الرياح على القرى. اخلع سوادك في المدينة، نسوة قطعن أيديهن عنك تصبر. قم صلي نافلة الوصول، تحية للخارجين الآن من صمت الثرى. واكشف لإخوتك الطريق ليدخلوا من ألف باب، إن أرادوا خيبرا ستجيء سبع مرة. فلتخزنوا من حكمة الوجع المصابر سكرا، سبع عجاف فاضبطوا أنفاسكم من بعدها التاريخ يرجع أخضر. هي تلك قافلة البشير تلوح لي، مدوا خيام القلب واشتعلوا قرى. اشتموا رائحة القميص وطالما هطل القميص على العيون وبشر. الله الله الله, الله. أكثر من نقطة ضوء وأكثر من إشراقة لشباب السودان، وهم يشعلون الإبداع في مناطق مختلفة، أبعاد إبداعية مختلفة. شكرا محمد عبد الباري، شكرا هديل، شكرا لكل الذين قدموا الجميل والجديد وقدموا الحافز المعنوي والإبداعي لكل السودان ولكل سوداني.